مشاهدينا، الياسمين اقترن كثيرا بالاسم الذي شاع وذاع الزهور الياسمين للرائحة العطرية المحببة كما نعرف. وكان البابونج ذو الامتياز بالكثير من الاستخدامات الطبية المتعددة. طبعا هذا ما سنطرحه في حلقتنا لهذا اليوم من فقرة الطب البديل مع الدكتور قيس. نرحب بك دكتور. بداية دكتور، ما الفائدة الأعم بالنسبة لزيت الياسمين؟ طبعا زيت الياسمين معروف انه من اغلى الزيوت تقريبا، يعني زيته سعره 4 أضعاف اي زيت، بس احنا نسميه زيت المرأة، هو خاص بالمرأة تقريبا. وطبعا يعالج جفاف البشرة، اللي عن جفاف البشرة هذا حل نهائي لها، انك تستخدم 3 ملاعق لـ4 ملاعق مع 200 ملي من زيت الخروع تبدأ تدهن بها البشرة. كمان يعالج التهابات البشرة، بعضهم تعاني بسبب استخدام المكياجات وهذا يحصل التهابات في البشرة، تدليك بسيط بس بالزيت هذا ينتهي المشكلة نهائيا. طبعا احنا قلنا خاص بالمرأة، ليش؟ في سر عجيب، دائما العطور، اغلى العطور ودائما العطور عطور الياسمين، عطور الياسمين هو من افضل الملطفات بين المرأة وزوجها. اذا حسيت انه غضبان او تعبان روح من الشغل، اذا عملت له بس فواحة كذا في الغرفة او تعطرت حتى برائحة الزنجبيل، براحة الياسمين عفوا، ستجد هدوء غريب من زوجها. احنا قلنا اذا حصل غضب بسيط بينها وبين زوجها بس تفعل فواحة في الغرفة من غير ما يعرف، وتفعل قطر كذا من الياسمين وتقفل الغرفة، اول ما يدخل الغرفة هو بيحس براحة عجيبة ومنتعش وينتهي المشكلة كلها.